تحية للجميع والسلام عليكم. موضوع هذا الفيديو هو نوع من التمارين يتطلب استيعاب مفاهيم ويوظف فيه المنهج التجريبي، وقد يساعدكم سواء في الفرد الثالث أو المحور المحلي. بالنسبة للتمرين يمكن تحميله على الرابط في صندوق الوصف، ويستحسن إنجازه قبل مشاهدة التصحيح. بالنسبة للتمرين المعطي ديالو هو هذا: كريم أمي دون دو تيب دو زيشانتيون دين سوليسيون أكوز أ إي إلا إفكتيي لي دو إكسبيريونس سويفونت. إكسبيريونس أ إلا أجوتي أو بروميي تيب دي غوت دو نيترات دارجون إلا ماركي لا فورماسيون دان بريسيبيتي بلون كي نوغسي أون بريزونس دو لا لوميير. بالنسبة لإكسبيريونس دو، ensuite il a ajouté dans le deuxième type des gouttes de solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire la soude, et il a remarqué la formation d'un précipité vert. Donc Karim Schneider khda chouya men la solution A li bghi ya3rf chno hma l'ionat li fiha, khda wahed chouya menha zad liha le nitrat d'argent yani AgCl, w'atato un précipité blanc qui noirci à la lumière. بالنسبة للتجربة الثانية خدا واحد شوية آخر من ديك لاسوليسيون آخر من ديك لاسوليسيون أ، وزاد ليها هاد الخطرام ماشي نتاع الدغزون، وإنما زاد ليها لاسوليسيون ديدروكسيد دو صوديوم أو لا سود. دونك في هاد التجربة التانية عطاتو أن بريسيبيتي فيغ. دونك انطلاقا من المكتسبات ديالكم راه غتستنتجو شنو هما الأيونات اللي تم الكشف عنها. بالنسبة أن بريسيبيتي بلون كي نوغسي لي لوميير، فوالا راه كيعطينا وجود ايون سي ال موان ايون كلور، دونك ايون كلورور. بالنسبة لهيدروكسيد دو صوديوم الى زدناه لواحد لا سوليسيون عطاتنا ان بريسيبيتي فيغ، راه هذا كيعني وجود ايون الحديد اف او دو بلوس. دونك هنا راه عندنا جوج ديال الايونات يمكن نعمرو الجدول. دونك بالنسبة للأسئلة غنبليسي لو طابلو سويفون، عندكم بغينا نعرفو لا فورميل دو ليون ديتيكتي، يعني شناهو الأيون الذي تم الكشف عنه، لو نون دو بريسيبيتي اسم الرصيب، إيكواسيون دو بريسيبيتاسيون يعني معادلة الترصيب ولا معادلة التفاعل، سواء في ليكسبريسيون أن أو في ليكسبريسيون دو. السؤال الثاني انطلاقا من المعطيات ديال الجدول غنستنتجو لو نون يعني الاسم ديال ديك لا سوليسيون أ et la formule de la solution aqueuse ou la formule ديال ديك لا سوليسيون aqueuse. دونك كتلاحظوا من خلال ان من خلال المعطيات ان لا سوليسيون aqueuse ديما كيكون فيها جوج ديال الايونات، كيكون فيها ديما واحد الايون موجب وواحد الايون سالب. مثلا في هذه الحاله ايون الموجب او لي لوكاتيون، دونك غير باش تبان لينا الصوره واضحه مزيان غندير واحد الرسم تبياني. ليكسبيريونس ان راه فيها نيترات دارجون زاد نيترات دارجون شويه من ديك لا سوليسيون ا وعطاتو ان بريسيبيتي بلون، وبالنسبه ليكسبيريونس دو خدا شويه من لا سوليسيون ا وزاد ليها الهيدروكسيد دو صوديوم وعطاتو ان بريسيبيتي فيغ. دونك ليكسبيريونس هي هادي، كناخدو جوج عينات وكل عينه كنزيدو ليها واحد لو رياكتيف باش نشوفو اشنو هما الايونين اللي فيها. ولا سوليسيون ديما راه كيكون فيها ايون موجب وايون سالب. دونك انطلاقا من المعطيات ديال هاد لي زوز اكسبيريونس راه يمكن دابا نجاوبو على التمرين. اولا غنملؤو الجدول، هو موضوع السؤال الاول اللي كيطلب منا لا فورميل دو ليون ديتيكتي. دونك في ليكسبيريونس ان اللي عطاتنا ان بريسيبيتي بلون كي نوغسي لوميير، دونك كاين سي ال موان، و هاد سي ال موان راه تفاعل مع اجي بلوس اللي كاين في نيترات دارجون، وبالتالي غيعطينا كلورور دارجون. بالنسبة ليكواسيون دو بريسيبيتاسيون راه كاين اجي بلوس تفاعل مع سي ال موان عطانا اجي سي ال اللي هو كلورور دارجون. دونك سي ال موان جا من لا سوليسيون، اش جي بلوس جا من داك نيترات دارجون اللي زدناه لا سوليسيون. بالنسبة ليكسبيريونس دو قلنا عطاتنا ان بريسيبيتي فيغ يعني وجود ايونات اف او دو بلوس،
دونك شنو اف او دو بلس تفاعلوا مع الهيدروكسيد دو صوديوم خاصه ليون او اش موان اللي كيتسمى هيدروكسيد، وبالتالي عطاتنا اكس هيدروكسيد دو فير دو يعني فيها الهيدروكسيد ولا فير. والاكسبيريون والاكواسيون دو بريسيبيتاسيون غتكون اف او دو بلس اللي كاين في لا سوليسيون وديك او اش موان تفاعل مع هاد ليون اللي كاين في لا سود عطانا الهيدروكسيد دو فير دو اف او او اش دو. بالنسبه للسؤال الثاني غنجاوبو هو الاول على لا فورميل عاد نشوفو السميه. دونك السميه فيها انايون فيها واحد ليون موجب كنبداو به على اليسار، من بعد كنزيدو ليه سي ال موان. ولكن اتونسيون راه المحلول المائي ديما كيكون متعادل كهربائيا، يعني عدد الشحن الموجبه يساوي عدد الشحن السالبه. عندنا في اف او جوج بلس دونك غنزيدو جوج باش تكون عندنا جوج ديال موان، لان ديك دو غنضربوها في ان موان يعطينا دو موان، وبالتالي المحلول متعادل كهربائيا. بالنسبه للسميه راه من خلال لا فورميلا عطاتها لينا، لو كلوغيغ يعني لو كلور فيها الكلور و لو فيغ. يعني كتلاحظو ان السميه كنبداو من اليسار لينا. تحية للجميع.